عظيم الروم لما اعلن النجاشي قبل ان يسلم قال ايه؟ رجل لا يظلم عنده احد. لما بالظبط. اتعامل مع بابا شنوده اللي قول ما نعتذرش لما عملوا السينما الفيلم القذر القبيح مسرحيه، لما ما يعتذرش مره وعن وفاه قسطنطين وما يعتذرش ويعالج ويكابر، فانت خلاص نزلت بيت مستوايا. ما انت لو راجل عاقل هحترم عقلك لانك بتجري الامور، لكن لما الاقيك انت سبت مهمتك، وده على فكره مشكله متى المسكين مش عارف اقول رحمه الله مع البابا شنوده، مع الانبا شنوده، ما اقولش البابا وباباهم، مع الانبا شنوده، ان قالوا ان رجل الدين للدين هو لله، ملوش دعوه بملك قيصر، لكن شنوده اشتغل مع ملك قيصر، دي الاشكاليه الكبرى. فشنوده تعامل بقى ايه؟ بقى ند للشباب المسلمين، هو اللي اختار. وانا اتمنى على الانبا شنوده يرجع مرة ثانية مكانته بسرعة جدا، ويحترم مشاعر المسلمين. وانا قلت له على دريم، وجيت له ده على دريم وعلى اوربت، وقلت له اجبر بخاطر المسلمين يكون رجل عدل، رجل عدل على الاقل. لما يتقال ان فيه اخت لنا اسلمت هي مسيحية، طب طلعها تقول مسيحية، لكن تتحدى مشاعرنا؟ لا. مشكلتنا الان في اهلنا المسلمين بقى، في خالتي وعمتي ومرات عمك وخالتك، ان نبقى قلبهم صافي قوي. وبعض الشيوخ على فكر، وبعض الدعاة مشكلتهم ان فاهمين ناس تقول المسيحيين دول يدخلوا الجنة، ما يدخلوش الجنة لانه القرآن. طب خلينا في الظروف، يعني نبعد عن الظروف الفلسفية، خلينا نتكلم في الأزمة، يعني خلينا في الأزمة. انا عايز بس علشان ده لشعب مصر، دي اختهم، فهم متخيلين ان دي بنت والسلام على ايه لازمتها؟ لا، انا عايز ده يشعر كل بيت مسلم انه قاسم قاسم. انا بأفتي اهوت وشيوخنا وعلمائنا يردوني. كل من يعترض على عودة كاميليا آثم آثم آثم، ويحاسب أمام الله وفي رقبته عدم عودة كاميليا. لكن طيب، لابد أن تعود كاميليا. جميل. بالقانون تعود، بالمظاهرات لابد أن تعود. وإذا لم تعد، والله سيرى المسلمين في مصر أياما أسود مما هم فيه. طيب، يعني خلينا نتكلم في موضوع الازمه الحاليه. اتفضل. يعني لما يطلع مظاهرات في الكنيسه بتقول ردولنا امنا كاميليا، وانتوا خطفتوها وانتوا خطفتوها وانتوا وانتوا وما اعتذرتش شنوده. جميل. وتطلع في النهايه انها مش مخطوفه. تطلع في المقابل مظاهرات في مسجد نور في العباسيه منذ ساعات، وده الجديد. هتزعلني منك يا استاذ هاني، انك هتبقى زي اهلنا المسلمين برضه. بمعنى شوف انت قلت ايه؟ هم الظهر ثم احنا. تمام. احنا رد فعل دائما، ودي مشكله. طب ما ده الواقع، انا صاحب البلد. طب ما ده الحقيقه. مصر، المصريين كلهم. لا، خلينا بس ارجوك كده. ارجوك استاذ هاني، المصطلحات مهمه ارجوك. تمام. مصر كانت فرعونيه، ثم اصبحت اغريقيه مع الاسكندر الاكبر، ثم اصبحت رومانيه مع الاحتلال الروماني، ثم اصبحت مسلمه. الفراعنه هم اللي اتغيروا من ليتهم واصبحوا ايه؟ اغريق. وهم نفسهم اللي تحولوا رومان، هم نفسهم اللي تحولوا اسلام. لما يكون باقيه خليك بس ظلت على اديان، انا عايز بس اقول تمام، وده حقهم. فمصر على دماغنا من فوق، لان دي طبيعه البشر. بالظبط. وده سنه الله في خلقه. لكن لازم نعرف ان مصر مصريه. تمام. ومش قبطيه. برضه كلمه قبط دي في كلمة قبط. لا لا لا، والله ما هي كده ابدا. وفي مشكلة قريبا هفجرها في الموضوع ده. نحن لسنا اقباط، احنا مسلمين مصريين. هدلل النقطة واحدة. هو كان فرعون كان فرعون ايه؟ مصر ولا الاقباط؟ مصر. موسى كان في مصر ولا بلاد الاقباط؟ مصر. هو حتشبسوت كانت ملكة ايه؟ مصر. هو الاسكندر الاكبر جه يحتل ايه؟ مصر. الله. طيب، وما جت منين الاقباط؟ جت في الفترة الرومانية فقط. بالله عليك خليني في كمان. اتفضل. بالله عليك خليني في كمان. لما تطلع هذه المظاهرات في الكنيسه وتنادي رجعوا لنا امنا كاميليا اللي انتوا خطفتوها يا وحشين يا والحاجات اللي اتقالت، تطلع بقى في المقابل مظاهرات في المسجد، ودي اول مره تحصل مظاهرات ندا لمظاهرات. وهو ده اللي خلانا نعمل هذه الحلقه النهارده. اول مره تحصل. وده نذير يخلينا ندق ناقوس الخطر لكل المسؤولين ولكل اللي بيسمعونا دلوقتي. يا جماعه احنا بالشكل ده هل مقبلون على ازمه؟ لا 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 اطلاقا. الازمه هو ما نحن فيه. تنعدل الازمه وتنفض اذا عاد المسلمين الى قوتهم واستعادوا شوكتهم، ويكون هناك اخ اكبر واخ اصغر. لكن اذا كان العيل الصغير عايز يكبر ويناطح الكبير، هيتساوى الرؤوس وتصبح الفتنه والازمه. لكن لابد ان الصغير يعرف نفسه صغير.
اذا نسي نفسه لابد ان الكبير يقول له لا انت صغير انت قد كده، عشان كده لك حقوق علينا وفي ذمتنا حقوق لك علينا، وان حمايتك مسؤوله مش العسكر هم اللي يحرسوا الكنيسه، لا كل مسلم مسؤول عن حمايه دي الكنيسه، وكل محلل مسيحي مسؤوليه كل مسلم يمر عليه، لكن هم اللي طلعوا العسكر. انت بتتكلم كلام يعني كلام حلو جدا. ايوه. طب انت ازاي متهم من خلالهم ان انت من دعاه الفتنه؟ يعني انت متهم بانك من دعاه الفتنه. متى تكون متى اكون من دعاه الفتنه؟ لما اكون انا اصبحت اريد ان اكون رجلا في مواجهه الباطل. هم استمروا ان احنا بعد كام سنه بدانا مظاهره. شفت الخيبه؟ هم استمروا عاده ان المسلم يضرب على قفاه وايه؟ من اعطاك ما ضربك على خدك الايمن ادر له الايسر، ادر له الايسر، واللي بعد ما تديله الايسر ها اديله قفاك وكده يعني والامور تمشي. فالمسلمين شباب المسلمين لا شيخ وراهم ولا عالم وراهم ولا داعيه وراهم، ولكن هذه الغيرة والحمية هي من عند الله عز وجل. وأتحدى أي شيخ أو داعية أو مفكر يدعي أن له جهد في هذه المظاهرة. دول الشباب اللي يتحطوا في نن العين، نكحل بهم عيوننا، بس بنقول لهم اتأخرتم مش عارف ليه، مش عايز أقولها. طيب. أنا عارف بتأخروا ليه. تنصح الشباب دول أثناء احتجاجهم، وده لهم حق أنهم احتجوا بإيه؟ أحبابي. أيوه. رقم واحد، تحددوا موعد بدء المظاهرة. رقم اثنين، انا ما بتكلمش عن دعوه، انا بتكلم الشباب طلعوا. انا هقول لك انا عشان نبدا الشباب عملية. طلعوا ايه الضوابط اللي انت تنصحهم بيها؟ دي اللي بقولها. دي اللي بقولها ضوابط. رقم اثنين، تحددوا مده زمنيه للمظاهره، كيفيه فض المظاهره، عدم اتلاف اي شيء. ايوه ده اللي عدم التعدي. لا اصل ده مش محتاجينه ليه؟ لان دول اولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دول اتباع من؟ اتباع النبي محمد. مش همجية الهتافات القاسية دي بقول لهم دي مش قاسية. ده بيغزو بابا شنوده لسه. ده غدا ليه؟ مع واحد ظلمهم. مع واحد كان فيه فجر في الظلم. مع واحد بياخد اختي ويعتقلها في مكان مجهول. في مكان مجهول. انا اقول ان الدولة يا اخوانا، انا سادعي ادعاء على مصر، على الدولة المصرية. احنا في عهد العولمة، عهد النظم البراجماتية، البقاء للأقوى، والدول القوي يسند الدولة. أقسم بالله لو قام المسلمون قومة رجل واحد في البحث عن حقوقهم لساندتهم أمريكا. طيب دلوقتي في حاجة. نعم. أنت بتتكلم عن المسلمين فقط، ما تتكلم عن المسيحيين المعتدلين، المسيحيين اللي هم لا يرتضون. يا أخي أنا هنا أرى بمنظار أبيض ناصع، لا يوجد مسيحي في مصر خاصة أرثوذكسي تابعا للأنبا شنودة يؤتمن. لا لا لا، مش عايزين يعني نعلم التعليم خطأ برضه بس في النهاية. يعني مش أرجوك يعني خلينا نتكلم. لما أقول الكلمة دي برضه أنا بقول لك الكلام ده إعلامي، يعني أحاسب عليه قانونا. فلما أقول إن الكلام ده أنا أجيب لك نموذج دكتور مهندس عيل صغير. دي فردية، نماذج فردية في النهاية. لا لا، أصبحت نماذج فردية. كان فردية من 10 سنوات. الآن في غسيل مخ للكنيسة الأرثوذكسية بالتحديد، وخصومة للمسلمين عجيبة. اركب تاكسي، اركب ميكروباص، أي واحد ما تيجي تقابله هيتجرأ عليك. يعني ما عادش في حتى نوع من الكياسة في التعامل. الكتب والمنشورات اللي بتنشر اللي اعتدوا فيها على المسلمين، بقول لك أنت آخر من يعلم، أنت آخر من تحرك. يعني كفاية بقى خجلا، يعني كفاية بتوحن. فأنا بقول أهو، لن نستعيد مكانتنا الا بعلو الشأن. واقول نفسي في شيخ او شيوخ يكون يوصفوا بالرجال، يجمعوا نفسهم ويروحوا للانبا شنودة كنيسته يقولوا السلام على من اتبع الهدى. نطلب منك كده، يخرجوا من عنده الى وزير الداخلية، السلام عليكم ورحمة الله، ويعرضوا الامر عليه، ثم يلتقوا مع أعضاء مجلس الشعب في البرلمان مش في المقرات. مفيش برلمان دلوقتي. ثم على عين وعراس. ثم يذهبوا إلى رئيس الجمهورية وعلمائنا اللي هم مين؟ اللي هم اللي ظهروا في الإعلام، شيخ أبو إسحاق ربنا يعافيه ويشفيه، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمود المصري، الشيوخ اللي هم حتى الآن لسه ما اتكلموش، والله لا أقلل من قدرهم ولا علميهم. على دماغهم طبعا، يعني علماء. ولكن كلمة واحدة منكم هي بمثابة جبل كبير، ننتظر ان يكون
يحمي ظهورنا بمشيئة الله عز وجل. طيب يعني احنا وقتنا انتهى، ولكن في النهاية لابد ان نبعث برسائل. نحن مع الوحدة الوطنية، تتفق او تختلف؟ لا، الوحدة الوطنية ما معناها ان انا زي السلام اليهودي والصهيوني بالضبط. عايز وحدة وطنية من صنف السلام السلام الصهيوني. وحدة حقيقية. الوحدة الحقيقية ان يعرف كل مواطن حجمه حقوقه وحقوقه وواجباته ولا يتعدى ذلك. البابا شنودة لابد ان يخضع للقانون تمام، والاديرة الكل والاديرة والكنائس كما يهاني المسجد ومن حق ان زقزوق يقول الاذان يبقى موحد ولا غير موحد. فمن حق برضو الدولة ان تفرض على الكنائس هذا ما يفرض على المسجد. طيب بده دور عبادة كلها. نعم بالضبط كده. طيب الفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية متى؟ الفتنة الطائفية مصطلح قميء نقشاه يتاجر. لا ما فيش مش ما بقول لك الفتنة امتى؟ فتنة لما يكون عندك ولدين رضعين على بعض تبقى فتنة. لكن لما الكبير يعرف انه كبير والصغير القزم يعرف انه صغير وقزم، وان ده عنده 5 سنين وده رجل كبير عنده 80 سنة، ده 5 مليون ده كده. طيب. ما بنهضمش حقوقه. لا ده بالعكس الاسلام يعطي الحقوق، فلا بد ان تعود الكنيسة الى حجمها الحقيقي ويعود شنودة. وواحد زي الغجر بتوع المهجر ليه ما عندناش ناس زيهم؟ ليه ما عندناش ناس زيهم؟ واتمنى نداء من خلال قناة الخليجية مع حضرتك، اتمنى منظمة كير لا تنفرد بوجودها في لقاء الرئيس مبارك في امريكا، ولكن لابد من خروج 100 متظاهر مسلم يستقبلوا الرئيس مبارك بالورود والزهور. نتمنى ولا يترك المساحة للعملاء والخونة والبلطجية وغير ذلك. وبالظهور نختم لقائنا. وبالظهور نختم لقائنا. وكما التقينا بكم يعني هنسيبكم، ولكن قبل ما نسيبكم بس نبعت الرسائل. نحن مع حق كاميليا المصرية المسلمة ان تظهر في وسائل الاعلام. من يأتي الحق وتقول إلا كان له مطالب. وتقول نعم. هي مسلمة ام غير مسلمة، هذا حق مشروع. ونحن نتحدث عن كاميليا المصرية. نحن نريد من جميع المصريين ان ينضبطوا بضوابط القانون، والقانون يسري على الجميع. لا يكون ولا فرق نعم. بين مسلم ومسيحي تحت القانون، والقانون ما ظل للجميع. في النهاية بشكر ضيفي العزيز الاستاذ احمد عبد الله ابو الاسلام، بشكرك على حضورك معايا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. الى لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم، لكم مني كل تحية والى اللقاء. وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان لأنه معانا.